بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الفيتامينز. كلمة فيتامينز يعني ايه؟ كلمة فيتامينز دي مشتقة من فيتال. فيتال يعني حاجة important for life، ففيتامين معناها vital for life. فيتامينز هي عبارة عن مايكرو نيوتريانتس. يعني ايه مايكرو؟ يعني جسمي بيحتاجها في الأكل أو من الغذاء بتاعنا بكميات قليلة جدا، required in a very small amounts، بحتاجها الديلي ريكويرمنت، احتياجاتي اليومية فيها تقدر سواء بالميلي جرام أو بالمايكرو جرام. هل هي مركبات عضوية ولا غير عضوية؟ لا، هي organic compounds، مركبات عضوية مهمة جدا for health، للnormal function بتاعت السيلز، للميتابوليزم بتاع البادي، يبقى مهمة لكل حاجة في اللايف بتاعنا وفي الميتابوليزم وفي السيلولار فانكشن، ليها فاندمنتال فانكشن ان ذا بادي. هل الفيتامينز بتتحرق ويطلع منها انرجي زي الكربوهيدرات زي الليبيد وخلافه؟ لا، هي نون كالوريك، ملهاش انرجي برودكت. ديفينيشن اوف فيتامينز بقول عليها هي مجموعه من الاورجانيك كومباوندز which are needed in a very small amount in diet but it's essential for life. يبقى الديفينيشن بتاعها مهم جدا. لسه الديفينيشن مكملش، لاني لازم اقول انها organic substance ولكنها not enter into tissue structure plus انها not used in the body for energy production. الكلمتين دول مهمين جدا، ان هما ما بيدخلوش في تركيب الخلايا ولا بينتج عنهم انرجي. في اتنين ديفينيشنز تانيين مهمين برضو لازم ابقى عارفهم كويس، كلمة برو فيتامين وكلمة فيتامر. يبقى انا قلت الديفينيشن بتاع الفيتامين وخلصته. طيب يعني ايه برو فيتامين؟ من اسمها كده يعني الجزء او الصيغة البدائية اللي بصنع منها الفيتامين. يبقى البرو فيتامين دي المادة الخام بتاعة الفيتامين أو الفيتامين بريكيرسر which are converted to vitamins inside the body. أشهر الأمثلة فيتامين A. فيتامين A بيشتق من مادة اسمها الكاروتينز. الكاروتينز دي هي البرو فيتامين A، هي الموجودة في كل الخضروات، في كل الفواكه الملونة، موجودة في الجزر وخلافه. كمان فيتامين D اللي هو فيتامين د، البرو فيتامين بتاعه اسمه 7 دي هيدروكوليستيرول. يبقى دي المادة الخام اللي بتتحول بعد كده جوه الخلايا عشان يشتق منها الفيتامين A او فيتامين دي 3 او اي فيتامين زي ما هنيجي نتكلم بعد كده. كل فيتامين له البرو فيتامين بتاعه. امال ايه هي الفيتامر؟ فيتامر دي يعني مثيلات او مشابهات الفيتامين اللي عندي. يعني لو انا عندي فيتامين A، فالفيتامين A ده موجود في كذا صورة، موجود في صورة A1 و A2، دول 2 فيتامينز مشتركين في الكيميكال فورمولا، ليهم نفس الصيغة الكيميائية ولكن بيفرقوا عن بعض في شوية حاجات بسيطة في أماكن تواجدهم، بيفرقوا عن بعض في البايوكيميكال اكتيفيتي يعني درجة نشاطهم، بيفرقوا عن بعض في تركيز الفيتامين جواهم. يبقى الفيتامر دي الصور المختلفة للفيتامين موجود عليها. فيتامين A موجود في صورتين A1 و A2، فيتامين D موجود في صورتين D2 و D3، فيتامين E موجود في أربع صور ألفا وبيتا وجاما ودلتا، وفيتامين K له 3 فيتامرز K1 K2 K3. يبقى الفيتامرز مهمة. الجنرال كلاسيفيكيشن بتاعت الفيتامينز، بقسم الفيتامينز على حسب درجة السوليبيليتي بتاعتها، بتدوب في ايه؟ عندي مجموعة من الفيتامينز بتدوب في الدهون فقط وملهاش علاقة خالص بالمية، اسمها فات سوليبل فيتامين، اللي هم أربعة: فيتامين A و K و E و D، وكنا بنختصرهم بنقول ان هم عناصر كلمة أكيد أو كده. وفي مجموعة تانية من الفيتامينز اللي هي بتدوب في المية، اللي هي water soluble، زي فيتامين C وفيتامين B complex. فيتامين B complex ده مجموعة من الفيتامينات، سواء كان بقى
B1, B2, B3, B5, B6, B12, فوليك اسيد، بانتوسينيك، وهكذا. يبقى انا عندي مجموعه كبيره جدا من الفيتامينز، ولكنها بتشترك انها موجوده او معظمها موجود في نفس السورسز، وبالتالي الديفيشنسي بتاع واحد فيهم غالبا بيبقى مصاحب ليه ديفيشنسي لمجموعه اخرى من بقيه عناصر الفيتامين بي. يبقى الووتر سوليبل فيتامين حاجتين، فيتامين سي ومجموعه فيتامين بي اللي انا بسميهم فيتامين بي كومبلكس. تعالوا نتكلم عن الفات سوليبل فيتامين اللي اتفقنا انها ديسولف ان فات اند فات سولفنت، بتذوب في الدهون ومذيبات الدهون ولكنها لا تذوب، نيفر تو بي ديسولفد ان ووتر، وهم اربعه، فيتامين اي ودي واي وكي. بيتميزوا ان هم بيحصل لهم امتصاص من الانتستين، انت هتاكل الاكل اللي فيه الفيتامينز دي عشان تمتص، لازم لها ان الوجبه اللي تكون فيها لازم يبقى فيها دايتري فاتس، لازم يبقى فيها دهون، وعشان يحصل لها امتصاص يبقى زيها زي الابزوربشن بتاع الفات، لازم له بايل سولتس. اي مشكله في البايل سولتس سواء في تكوينه او مشكله في البيلاري سيستم في الجول بلادر فبتخلي البايل سولت ما يتصنعش، او في ستون حصوه قافله القنوات المراريه او خلاله او خلافه، فده بيعمل لي مشكله في ان البايل يوصل للانتستين عشان يساعد على الابزوربشن فيعمل لي فيتامين ديفيشنسي، الفيتامينز مش هيتمتص. كذلك بتخزن الفات سوليبل فيتامينز، الجسم عنده قدره انه يخزنها، بتتخزن فين؟ بتتخزن زيها زي الدهون، بتتخزن في الاديبوز تيشو مع الاذر فات، وكذلك في الليفر. المقارنه مهمه جدا ما بين الفات سوليبل فيتامينز والووتر سوليبل فيتامينز، بقارن ما بينهم في ايه؟ السوليبيليتي في الفات، مين فيهم صوليبل في الفات ومين صوليبل في الووتر، الابزوربشن، الفات سوليبل فيتامينز اتفقنا انها بيحصل لها ابزوربشن مع الاذر ليبيدز او فات وبتحتاج بايل سولتس، لكن الووتر سوليبل فيتامينز الابزوربشن بتاعها بيحصل مش محتاج اي حاجه، ده بالسمبل ابزوربشن ما فيهوش مشكله. الفات سوليبل فيتامين عشان تمشي في الدم لازم لها كارير بروتين، لانها ما تقدرش تدوب في الميه، والميه هي المكون الرئيسي للبلد، فطالما ملهاش ذوبان في الميه يبقى عشان تمشي في السيركوليشن لازم يبقى فيه كارير شايلها، زي ما كنا بنتكلم بالظبط عن الترانسبورت اوف ليبيد. وبتتخزن فين؟ بتتخزن في الليفر وفي الاديبوز تيشو، ومفيش ليها اكسكريشن، ما بيحصل لهاش اخراج او اكسكريشن، على عكس الووتر سوليبل اللي مش محتاجه كارير بروتين عشان تتنقل مع السيركوليشن، وجسمنا ما يقدرش يخزنها لان اي زياده فيها بيحصل لها اكسكريشن عن طريق الكلى. طيب نبص للديفيشنسي، نقص الفات سوليبل فيتامين دايما بيحصل امتى؟ بيحصل لما الستورز اللي موجوده، المخازن اللي جوه الجسم بتخلص، على عكس الووتر سوليبل فيتامينز لو انا ما خدتش دايتري انتيك بكميات كافيه منها فرابيدلي بيبدا تظهر اعراض الديفيشنسي لان انا ما عنديش اوريدي مخازن او ستورج جوه الجسم. طيب بالنسبه للتوكسيستي، هل انا لو خدت كميات كبيره من الفات سوليبل فيتامينز يحصل توكسيستي؟ بيحصل هايبر فيتامينوزيس اللي ممكن تعمل توكسيسيتي، عشان كده دايما نقول ما ينفعش نفضل ناخد فيتامينز عمال على بطال، ما ينفعش اخدها غير لو فعلا الجسم محتاجها او انا عندي نقص منها، فابدا ساعتها ادور على بدايل من سبلمنتيشن كبسولات او ادويه شرب او خلافه كمصادر بديله للفيتامين. في حين ان الووتر سوليبل فيتامين التوكسيستي منها قليله، ليه؟ لان مهما خدت انت زياده عن احتياجات الجسم الزياده يحصل لها اكسكريشن من الكدني لانها اوريدي ووتر سوليبل فهتنزل مع اليورين. طيب لو انا اوريدي حصل ديفيشنسي، الفات سوليبل فيتامين سهل اني اعالج الديفيشنسي بتاعته باني ادي جرعات كبيره في صوره سنجل لارج دوز، يعني ممكن ادي جرعه مره كل اسبوع هتكفي انها تملا الستورز او المخازن عندي، فبالتالي تبدا اعراض الديفيشنسي تختفي. في حين ان الووتر سوليبل فيتامينز ما اقدرش ادي جرعات كبيره مره واحده، لا انا لازم ادي الريجولار دايتري سبلاي، الجرعات اللي محتاجها الجسم كل يوم، عشان الزياده زي ما اتفقنا هيحصل لها اكسكريشن. وفي الاخر طبعا لازم تقول الامثله، فيتامين اي ودي واي وكي ده الفات سوليبل، والبي والسي دول الووتر سوليبل. نبدا نتكلم عن الفات سوليبل فيتامين، اول فيتامين فيهم فيتامين اي. فيتامين اي له اسم تاني بسميه
anti night blindness، وبسميه كمان anti xerophthalmic vitamins. دايما الفيتامين بلاقي اشهر وظايفه هو بيمنع ايه، او لو الديفيشنسي بتاعته بتعمل مرض معين فبسمي الفيتامين انتي، يعني المضاد للمرض اللي بيحصل لو نقص. النايت بلايندنس هو العشاء الليلي او العمى الليلي، عدم القدرة على الرؤية وتمييز الاشياء في الضوء الخافت. والزيروفثالميا اللي هي جفاف العين، يبقى انتي نايت بلايندنس انتي زيروفثالميك فيتامين. البريكيرسر بتاعه او البرو فيتامين بتاعه هو مادة الكاروتينويدز او الكاروتينز، لانه بيشتق منها، وهي مجموعة من الهيدروكربون بيجمنت، الصبغات اللي مكونة من هيدروجين وكربون لونها يلو وريد. اهم الكاروتينويدز الفا وبيتا وجاما كاروتينز، ولكن اللي بعتمد عليه او بيديني كميات عالية من الفيتامين اي جوه الجسم هو البيتا كاروتين. طيب تحويل الكاروتين لفيتامين اي بيحصل فين؟ بيحصل في الليفر. ليه بقول ان البيتا كاروتين اهم واحدة في الثلاثة كاروتينز دول؟ لان الجزء الواحد من البيتا كاروتين عنده القدرة انه يتحول جوه الجسم فيديني 2 موليكيولز من فيتامين اي، في حين ان الالفا والجاما بيدوني موليكيول واحد فقط من فيتامين اي. بلاقيه فين؟ او اهم sources of vitamin E لو animal sources و plant sources. الانيمال سورس كل ما هو organic meat. يعني ايه organic meat؟ يعني الكبدة، الكلاوي، الاسماك، الزبدة، مشتقات اللبن ومشتقاته، الميركل تشيز، الايج يوك، كل دي حاجات غنية جدا بالفيتامين E. طب هل له plant sources؟ طبعا له plant sources، احنا بنقول انه بيشتق من مادة الكاروتينز. كل ما هو خضار او فاكهة ملونة فهي غنية بالكاروتينز اللي اتفقنا لونها كان يلو او ريد. طماطم، الكاروت والسويت بوتيتو اللي هي البطاطا، الجرين واليلو فيجيتابلز، السبانخ، المانجا، الخوخ والمشمش، البابايا، كل الحاجات الملونة في الخضار والفاكهة هي مصادر غنية جدا لفيتامين اي. لازم اعرف حاجة مهمة جدا، ان البلانت سورس بيدينا الكاروتينز اللي تتحول في الليبر الى فيتامين اي، في حين ان على العكس كل ما هو انيمال سورس ده بيديني الفيتامين اي متصنع خلاص، لان انا عندي اوريدي في انيمال كل البلانتس او الفيجيتابلز اللي فيها كاروتينز وتصنعت في جسم الانيمال ده تحولت الى فيتامين اي. فانت لما تيجي تاخد حاجه فيها من انيمال سورس انت اوريدي تاخد الفيتامين اي متصنع خلاص، لكن البلانت سورس بتديك كاروتينز اللي تتحول جوه الليفر عندك انت في جسمك انت الى فيتامين اي. فيتامين اي زي ما قلنا من شويه عنده تو فورمز اللي بسميهم فيتامر، فيتامين اي 1 وفيتامين اي 2. فيتامين اي 1 ده the usual form of vitamin E، في حين ان vitamin E2 ده بيبقى موجود في الاسماك، في الليفر of fresh water fish، والاكتيفيتي بتاعته تمثل 40% من vitamin E1. جسمنا او daily requirement قد ايه من الفيتامين E؟ 5000 international unit per day للadult person او الadult male. دايما الريكويرمنت متعودين انها لازم هتزيد في حالات البريجننت او اللاكتيشن. في البريجننت وومن بتحتاج 6000 انترناشونال يونت، في حين اللاكتيتنج بتحتاج 8000 انترناشونال يونت. طيب بالنسبه للتشيلدرن، التشيلدرن بيحتاج من 2000 ل 3000 انترناشونال يونت بير داي. وظائف فيتامين اي في الجسم، ليه هو مهم في الجسم؟ مهم جدا عشان سلامه الابيثيليال تيشو، يحافظ على ان الابيثيليال تيشو يبقى انتاكت سليم، ما فيهوش اي اماكن او جروح، ما فيهوش مش رف مش خشن، يبقى الاستاسيتي بتاعته مرونه الابيثيليال تيشو كويسه، يبقى سموث، ما فيهوش اي irregularity حاصله، سواء الكلام ده في الابيثيليال تيشو، في الميوكاس ميمبرينز، في الاغشيه المخاطيه، وفي الكورنيا. مهم جدا للgrowth of bone and teeth والادرينال كورتكس
وكذلك تكوين مادة اسمها photosensitive pigment، الصبغة الحساسة للضوء. الفوتوسنسيتيف بيجمنت اللي بتتكون في الريتنا في شبكية العين اسمها رودوبسين، ليها اسم تاني بقول عليها الفيجوال بيرتل، بتتكون في الريتنا اوف ذا اي، هي دي اللي مسؤولة عن النايت فيجن او الرؤية في الضوء الخافت اللي هو الديم لايت. عشان كده لو الفيتامين اي ده قليل فده بيعمل نايت بلايندنس. طالما شرحنا الفانكشنز اوف فيتامين اي يبقى سهل جدا اني ابدا اعرف الديفيشنسي بتاعته هتبدا تعمل لي امراض ايه. اول مرض اتفقنا عليه لو حصل ديفيشنسي نقص من فيتامين اي هو النايت بلايندنس، العمى الليلي او العشاء الليلي. له اسم تاني لازم نبقى عارفينه كويس اسمه نيكتالوبيا، بيحصل نتيجة لعدم تكوين الرودوبسين او الفيجوال بيربل في الريتنا، فيبقى الشخص عنده difficulty غير قادر انه see to see in the dim light، انه يشوف في اي اضاءة خافتة في الاضاءة الضعيفة. طيب لو حصل prolonged deficiency نقص في الفيتامين A لمدة طويلة من غير ما ندي supplementation من فيتامين A او من غير ما نشخصه ونكتشفه، ده بيعمل irreversible damage في الفيجوال سيلز، يعني يحصل فيها دامج تدمير في الخلايا دي ويبقى ريفيرسبل، يعني غير قابل انه يتصلح مره ثانيه. طيب الحاجه الثانيه اللي تحصل اللي هي الزيروفثالميا او الدراينس اوف كونجنكتيفا، اللي يحصل ان الملتحمه والكورنيا بتاعه العين تبقى دايما دراي ناشفه. الدراينس ده يبدأ يحصل كمان معاه حاجة اسمها كيراتينيزيشن، يعني تكون لايرز طبقات من الكيراتين على الكورنيا، وتبدأ تظهر في صورة حاجة اسمها بيتوت سبوتس اللي احنا شايفينها دي، تجمعات من الاوفر كيراتينيزيشن تبدأ يبقى لونها ابيض، وشوية مع الوقت تبقى بروجريسيف وتزيد لحد ما توصل لمرحلة البلايندنس، تصيب الطفل غالبا بتحصل في الاطفال، تجيب له بلايندنس او عمى، وده بيبقى irreversible وما بيتصلحش لانه بيعمل alteration، تبدا الكورنيا يحصل فيها زي تكون من الالتهاب نتيجه الدراينس المستمر، يبدا كمان يحصل تقرحات قرحه في القرنيه ومع البيتوت سبوت، ويعمل اوفر كيراتينايزيشن وبلايندنس. عشان كده دايما بسمي فيتامين اي انتي نايت بلايندنس، انتي نكتالوبيا، انتي زيروفثالميا، الاسامي دي مهمه جدا. طيب كمان معانا الديفيشنسي ممكن ياثر على ايه؟ احنا قلنا انه كان مهم للجروث بتاع البون والتيث، يبقى هيبقى عندي مشكله في النمو بتاعهم. abnormal cellular function of adrenal cortex، زي ما احنا شايفين ده شكل السكن في حالات الفيتامين A deficiency، بسميه جوز بامب سكن، او بالعامية حتى بيقولوا جلده خشن ومحبب زي جلد الوز، عشان كده بيسموه جوز ريليتد انه زي جلد الاوز. ده بيبقى نتيجة لتكون طبقات من الكيراتين، يعمل لي فوليكولر هايبر كيراتوزيس، طبقات من الكيراتين في صورة فوليكلز بتترسب على الجلد، فوليكولر هايبر كيراتوزيس. طب كون انه يبقى جوز بامب سكين او هورني سكين نتيجة اللاير اللي اتكونت عليه، ده بيخليه unhealthy، بيزود السسبتابلتي انه يحصل له invasion، يتم اختراقه بانواع من البكتيريا وتعمل لي repeated infection وinflammation. طب ايه اللي يخلي يحصل فيتامين اي deficiency؟ عموما عشان نبقى متفقين، اي فيتامين deficiency يحصل اول حاجة نتيجة ل inadequate intake، ان انا ما باخدش الاحتياجات لجسمي الكافية لجسمي. تاني حاجة زيادة في الريكوايرمنت، انا باخد الديلي انتيك الطبيعي بس انا جسمي دلوقتي في حالة ابنورمال، فمحتاجة اني اخد سبليمنتيشن زيادة او ارفع الدوز اللي باخدها، يبقى انادكويت انتيك او زيادة في الريكوايرمنت. طيب مع الفات سوليبل فيتامينز كمان ممكن يبقى يحصل الديفيشنسي نتيجة لـ poor intestinal absorption، في مشكلة في الانتستين
سواء دامج في الانتستاينال وول او ديفكت في البيلوري سيستم يؤثر لي على البايل سولت فيمنعني امتصاص الفات سوليبل فيتامينز. ممكن كمان انا اكلت بكميات كفايه وحصل له ابزوربشن بس البرو فيتامين ما تحولش جوه الجسم الى فيتامين زي في حالات الليفر ديزيز. هل ممكن يحصل هايبر فيتامينوزيس؟ اتفقنا ان معظم الفات سوليبل ممكن يحصل معاها توكسيسيتي. الهايبر فيتامينوزيس من فيتامين اي تيجي لي بصوره بون جوينت بين، وجع في العظم والمفاصل، فوميتنج ودايريا، ترجيع واسهال، صداع، هيدك، ليفر انلارجمنت، تضخم في الكبد، درماتايتس، التهابات في الجلد، لوس اوف هير، وسقوط للشعر. تاني فيتامين في الفات سوليبل فيتامين اللي هو فيتامين اي، وده من اشهر الفيتامينز اللي بتذكر حاليا. ليه؟ لانه بيشتغل كمضاد للاكسده، انتي اوكسيدنت. الماده الكيميائيه بتاعته اسمها توكوفيرول، يبقى الفيتامين اي اسمه توكوفيرول او انتي اوكسيدنت نتيجه لان وظيفته بيشتغل كمضاد للاكسده. اهم السورسز اوف فيتامين اي اللي هو اسمه بين قوسين اهو التوكوفيرول، موجود فين؟ موجود في الزيوت النباتية غنية بيه جدا، في حين ان الانيمال سورس بتاعته very poor، يبقى rich plant source. طيب واي plants؟ لا ده الزيوت النباتية كمان، زي زيت بذرة القط، زيت الذرة، زيت اعباد الشمس sunflower، الويت جيرم اويل، زيت جنين القمح، كل الزيوت المشتقة من النباتات غنية بيه جدا. كمان الجرين ليفي فيجيتابلز، كل الخضار الاخضر اللي هو ورق ده غني جدا جدا. كمان الاوليفز، زيت الزيتون، الناتس السوداني والمكسرات، كل ده غني بفيتامين اي. طب اخبار الانيمال سورس؟ لا الانيمال سورس very poor، ما فيهاش تقريبا فيتامين اي. محتاجين قد ايه يوميا؟ محتاجين من 25 ل 30 انترناشونال يونت بير داي. وظيفته، اهم وظيفه عندي، انه بيشتغل كمضاد للاكسده، انتي اوكسيدنت، مضاد للاكسده، فبيحافظ على سلامه السيل ميمبرين، بيحافظ على سلامه الانساتوريتد فاتي اسيد اللي هي البولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي كان فيها دبل بوند ما بين الكربونز وبعضها، بيمنع عمليه الاكسده بتاعه الدبل بوند وانها ترتبط بذره اكسجين وتكوين الايبوكسايد اللي هو very toxic substance. كذلك بتمنع الاكسديشن اللي ممكن تحصل في الوول بتاع السيلز بتاعه اللونج تيشو، فتحافظ على الهيلث والمينتنس بتاعه التيشو في اللونج، فيحافظ على الريسبيراتوري سيستم. وكمان اللي مهم جدا انه بيشتغل كانتي اوكسيدنت لل LDL او اللو دينستي لايبوبروتين. طب هو لما يبقى انتي اوكسيدنت مضاد للاكسده فيمنع تكوين الاوكسيدايزد LDL، ده يعمل ايه؟ ده يحمي الجسم من تصلب الشرايين والاثيروسكليروزس. عشان كده دايما بنقول ان الفيتامين اي كمان كنا بناخده كانتي رانسيديتي، بيعالج الرانسيديتي، وبيضاف للسمن المارجرين عشان يحميها من ان يحصل لها اوكسيدايزيشن. يبقى الديفيشنسي بتاعه الفيتامين اي بتزود تكوين الهيدروجين بيروكسيد والاوكسيدنتس اللي بتتخلق جوه الخليه، ما بيبقاش عندي حاجه تعادلها او تضادها. اول الحاجات اللي بتتاثر فيها هي الممبرين اوف ذا ار بي سيز، فيبدا يحصل لي هيموليسيس في الار بي سيز، يعمل لي دامج للهيباتيك سيلز فيعمل لي نيكروزس في الليفر، كمان ياثر على اللنج ويعمل لي اوكسيديشن للال دي ال اللي هي low density lipoprotein فيزود الريسك اوف اثيروسكليروزس، يؤدي الى حدوث skin changes، اديما، نظرا لتكوين طبعا لتكسير الار بي سي تبدا تحصل انيميا. طيب محتاجه ازود الانتاج بتاع الفيتامين اي، كل ما كان الدايت بتاعي فيه كميات كبيره من البولي انساتوريتد فاتي اسيد يبقى احتاج ازود الانتاج اوف فيتامين اي عشان يشتغل كانتي اوكسيدنت للبولي انساتوريتد فاتي اسيد، يحافظ عليها من الاكسده. ثالث فات سوليبل فيتامين معايا هو الفيتامين كي. الفيتامين كي اسمه العلمي او الرينج اللي بتدخل في تكوينه اسمها نافثاكينونز. النافثاكينونز او الفيتامين كي
له 3 فيتامينز K1 K2 و K3. K1 و K2 دول موجودين نورمال في النيتشر، K1 في موجود في كل الجرين فيجيتابلز والسبينش، اما الفيتامين K2 ده بيتكون في الانتستاينال اليومن بناتج من انتستاينال او شغل انتستاينال بكتيريا معين، في حين ان K3 ده ما بيتصنعش لا في البلانتس ولا في الانيمالز. امال بيتصنع فين؟ ده سينثيتك، ده بيتم تصنيعه منتج دوائي او يصنع كيميائيا واسمه المينديون. مينديون ده K3 وده سينثيتك، يعني ما بيتكونش لا في جسم الانسان ولا في النباتات. امال ايه ده بيتصنع دوائيا؟ أهمية الفيتامين كي إنه له دور مهم جدا في الفاكتورز اللي مسؤولة عن البلود كلوتينج، تكوين البلود كلوت أو الجلطة اللي بتتكون وبتمنع النزيف، مهم في تكوين البروثرومبين فاكتور 2 أو الأكتيفيشن بتاعته، وكذلك فاكتور 7 و9 و10. في مركب مهم جدا اسمه داي كيومارول، ده مركب كيميائي دواء بيشتغل كمنافس competitive inhibitor لفيتامين كي، تركيبه شبه فيتامين كي، فبيدخل يحل محله. لما يحل محله يعمل ايه؟ يمنع تكوين البلود كلوت، فبالتالي هو بيشتغل كأنتي كوأجلانت مضاد للجلطات ويمنع البيوسنسز اوف كلوتينج فاكتور. امتى يحصل فيتامين كي ديفيشنسي؟ الفيتامين كي ديفيشنسي رير جدا انه يحصل. ليه رير انه يحصل؟ عشان اوريدي قلنا في انتستاينال بكتيريا بتصنع الفيتامين كي من غير اي تدخل. يبقى امتى ما يتكونش؟ في الانفانت اللي لسه مولود، اللي اللارج انتستين بتاعته استيرايل، لسه معقمه فيهاش البكتيريا دي، لسه ما اتوجدتش جوه الانتستين، فيبقى عنده نقص في فيتامين كي. لو انا عندي مشكله في الانتستاينال هيومن سيل او في البايل سولز، فيمنع الابزوربشن بتاع الفيتامين كي. او لو احنا في حد بياخد لونج تريتمنت بالاورال انتيبيوتكس بالمضادات الحيويه، بياخدها لفترات طويله فتقتل البكتيريا اللي موجوده في الانتستين، سواء كانت البكتيريا النافعه او البكتيريا الضاره. عشان كده هتقتل البكتيريا اللي بتصنع كمان الفيتامين كي، فتعملي ديفيشنسي اوف فيتامين كي. الديفيشنسي بتاع الفيتامين كي نقول تاني ده رير انه يحصل، لانه بيتكون بانتستاينال بكتيريا بكميات جود اماونت، فبالتالي حتى لو ما خدتوش كفايه مع الاكل فيغنيني الجزء او الكميه اللي بتتكون في الانتست. الفيتامين كي ديفيشنسي المانيفستيشن بتاعته يعمل لي ايه؟ يعمل لي تندنسي تو بليد، انه بيبقى عنده سرعه نزف عاليه، ما فيش تكوين جلطات. احنا لما بنتجرح بعد كام ثانيه بيبدا يحصل جلطه تسد الانجري اللي حاصل فتوقف الدم. لما دي ما تتكونش يبقى عندي حاجه اسمها prolonged clotting time، باخد وقت طويل على ما تبدا تتكون جلطه تسد الفتحه اللي حصلت في البلود فيزل. يبقى after slight injury او operation الاقي الناس في المده طويله، اقل جرح يفضل ينزف لفتره طويله. زي ما اتفقنا مفيش dietary requirement محددة بسبب انه بيتكون physiologically في الانتستاينال ليوم. اخر فيتامين بنتكلم عنه في مجموعة الفات soluble vitamins هو فيتامين D، واسمه التاني الكالسيتريول او 125 dihydrocholic calciferol. اسمه ده جاي منين؟ جاي من التركيب الكيميائي بتاعه وتكوينه في الجسم. فيتامين D بيتصنع في الجسم، بيبقى بيتصنع نتيجة سقوط الأشعة الألترا فايلوت ريز من الصن من الشمس، بتبدأ تقع على طبقة الجلد. في الأديبوس تيشو اللي موجود تحت السكين في مادة مخزنة اسمها 7 دي هايدرو كوليستيرول. 7 دي هايدرو كوليستيرول ده أول ما الشمس باليو في لايت أشعة الأشعة فوق البنفسجية بتبدأ تسقط عليه، بتبدأ تحوله الى مركب اخر، يبدا يحصل له هيدروكسيليشن في الكربون رقم 25، ده هيحصل في الليفر، ثم يحصل له another هيدروكسيليشن في الكربون رقم 1، ده هيحصل في الكيدني.
يبقى دلوقتي انا كان عندي برو فيتامين او 7 دي هيدروكوليستيرول تقع عليه اشعه الشمس فيتحول الى برو فيتامين دي اللي هو الكوليكالسيفيرول. الكوليكالسيفيرول ده يبدا يمشي في الدم ويروح لحد الليبر، وفي الليبر يحصل له هيدروكسيليشن فيتحول ل 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول، اللي بعد كده يروح للكيدني فتعمل له هيدروكسيليشن في البوزيشن رقم 1 فيديني الاكتيف فيتامين دي اللي هو 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول او فيتامين دي 2 اللي هو اسمه كالسيتريول. فيتامين دي بيبدا وانس انه بقى اكتيف يبدا يحفز تكوين بروتين اسمه كالبندين. الكالبندين ده نوع من انواع الكالسيوم بايندينج بروتين بتتكون في الانتستين، فيساعد على امتصاص الابزوربشن بتاع الكالسيوم من الانتستين، ويحصل ري ابزوربشن كمان بتاعه من الجلوميرولار فلتريشن في الرينال تيوبيول، يبقى بيحسن امتصاص الكالسيوم من الانتستين وكمان من الكيدني. عندي 2 فيتامينز من فيتامين دي، واحد اسمه دي 2 وواحد اسمه دي 3. الدي 2 اللي موجود في البلانتس ده ارجو كالسيفيرول، والدي 3 اللي في الانيمال او اللي موجود في السبكيوتينيوس تيشو في الاديبوس تيشو اسمه كولي كالسيفيرول. الارجوستيرول ده البريكيرسر اوف فيتامين دي 2 موجود في البلانت وموجود في اليست، لكن ال7 دي هيدروكوليستيرول ده البرو فيتامين دي 3 اللي موجود في الانيمال اورجن. الكونفرجن بتاع الان اكتيف او البرو فيتامين لي اكتيف فورم بيحصل بالالترا فايلوت راي. الالترا فايلوت راي باليو في دي بتعمل حاجه اسمها فوتوكيميكال اكتيفيشن، فوتوكيميكال اكتيفيشن وليس اوكسيديشن. الانيمال سورسز للفيتامين دي ان الاشعه الشمس تقع على السكن فيتصنع جوه الجسم نفسه. ممكن اخده كمان من الفيش ليبر اويل، هو اتصنع عند الفيش، وفي الايج، في الباتر، في التشيز، في المارجرين، وفي الميلك. طب وبالنسبة للبلانت سورس، ناخد بالنا ان البلانت سورس فيها فيتامين دي 2 اللي هو الارجوستيرول وليس فيتامين دي 2 نفسه. تاني ادي الصن لايت يو في الترا فايلوت تقع على السبكيوتينيوس تيشو الاديبوز اللي موجود ال 7 دي هيدروكوليستيرول تحوله الى كولي كالسيفيرول فيتامين دي 3 برو فيتامين، ثم يحصل له هيدروكسيليشن في الليفر في البوزيشن 25، ثم في البوزيشن 1 في الكيدني عشان يديني الاكتيف فورم 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفير. وظيفة الفيتامين دي بيشتغل في 3 أماكن، في الانتستين وفي البون وفي الكيدني. كل شغله متعلق بالكنترول للكالسيوم والفوسفورس ميتابوليزم. في الانتستين هيعمل ايه؟ هيزود امتصاص الكالسيوم والفوسفورس. طيب وفي الكيدني هيزود امتصاص او اعادة امتصاص الكالسيوم ويزود الاكسكريشن او الكليرانس بتاع الفوسفيت. يبقى في الانتستين يزود امتصاص الاثنين. طب وفي الكيدني يخلص الجسم من الفوسفورس ويزود امتصاص الكالسيوم، عكس بعض. طب ليه؟ عشان في حاجة لازم يحافظ عليها في الكيدني اسمها كالسيوم فوسفورس ريشيو، ان يبقى حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفورس عند الكيدني لازم يبقى رقم ثابت وهو 40، فكل ما زود الكالسيوم يبقى لازم اقلل نسبه وجود الفوسفورس. طب وفي العظم؟ في العظم بيعمل ايه؟ بيبدا يعمل كالسيفيكيشن للبون، يعني يبدا يرسب الكالسيوم والفوسفورس في العظم. الجسم محتاج قد ايه من الفيتامين دي؟ محتاج 200 انترناشونال يونت لو ادلت ميل. طيب لو infant او pregnant او lactating woman بيحتاج حوالي 400 international unit. الفيتامين دي deficiency اشهر سبب ليها هو عدم التعرض لأشعة الشمس. يجي بقى بعد كده الاسباب العادية اللي احنا متعودين عليه اللي هو inadequate dietary intake, GIT, disorders, obstructive jaundice, liver damage, renal damage، اي حاجة من الاسباب التانية، لكن رقم واحد قبل كل دول هو الصن لايت. لو بتعرض بكميات كافية للصن لايت فأنا غالبا مش هتعب، هيبقى عندي مشكلة فيتامين دي ديفيشنسي. طيب لو حصل فيتامين دي ديفيشنسي
يعمل ايه؟ هيعمل مشاكل في العظم. لو في الاطفال هيعمل لي ريكتس اللي هو الكساح او لين العظام في الاطفال، ولو في الادلت وخاصه لو في بور وومن، في ادلت بور وومن اتعرضت لريبيتد بريجننسي، حمل مرات متكرره وولاده ورضاعه و و و من غير ما تعوض كل ده بسبلمنتيشن كافيه، يعمل لي حاجه اسمها اوستيوماليشيا او هشاشه العظام. الريكتس بيتميز بايه؟ بيبقى عنده الطفل ده بيجي عند السن اللي المفروض يسنن فيه الدنتيشن، ما بتبداش الاسنان تظهر، بتتاخر في، بيتاخر في التسنين، يتاخر في الاعاد. لو المفروض يصلب ظهره على راسه عند 3 شهور يقعد عند 4 شهور، يبدا يسحب عند من 6 ل 8 شهور، كل ده بيتاخر. يتاخر في الووكينج، يتاخر في التيث فورميشن، يبدا يحصل نقص في المينراليزيشن اوف بون، في ترسيب الكالسيوم والفوسفورس في العظم، فالبون بتاعه يبدا يبقى سوفت طري، سهل جدا انه يتكسر. ده مش بس يتكسر، ده يحصل فيه كمان ديفورميتي، يعني هو مش هيتكسر ولا حاجه، ولكن هيحصل فيه تشوهات نتيجه انه مش قادر يشيل وزن الجسم بتاع الطفل، فيبدا يحصل له تقوس في رجليه، يبدا شكل الركب تبقى مضمومه على بعضها، يبدا التشست الريبس بتاعته يبقى من كتر ما التقوس بيزيد فيها تبقى زي البيجن، زي شكل الكافيتي او الشيست كافيتي بتاع الحمام. بيبدا يحصل كايفوزس ولوردوزس في السباينال، في السباينز بتاعه الفيرتبرال كولوم. كمان يحصل سوفتنينج في السكال، العظم بتاع الجمجمه نفسه بيبدا يحصل فيه سوفتنينج، فيبدا اي ضغط عليه ياثر، ويبدا يحصل فيه نتوءات اسمها كرينيو تيبس. ده شكل الطفل بتاع الريكتس. بيبقى عنده اهو لارج هيد، بيبقى فيه بروترودد فور هيد، ده الكرينيو تيبز اللي عندي. بتبدا في الكافيتي بتاعه الشيست شكلها بيتغير، بيبقى شبه البيجن شيست. الريبس الكيرفات بتاعه الفيرتبرال كولوم كلها بتتغير، الفيمر ايفن حتى الانز بتاعه اللونج بون بتبقى عريضه، بقول عليها الايفيفيسز بتاعته بتبقى وايد ايفيسز. يبقى كل ده شكل الريكتس عندي. الووتر سوليبل فيتامين قلنا اشهر مجموعتين هو الفيتامين سي والفيتامين بي كومبلكس. فيتامين سي اسمه الثاني هو الاسكوربيك اسيد. الاسكوربيك اسيد ده بيبقى موجود بكميات كبيره في معظم الموالح، الفاكهه، الجوافه، الليمون، الفلفل وخلافه، بس كمان له انيمال سورسز زي الليفر والميلك والادرينالز. تركيبه شبه تركيب الكربوهيدرات شويه او المونوساكرايز، هنلاقيه مكون من 6 كربون في مجموعات كتير من الاو اتش، ده اسمه الا اسكوربيك اسيد. ولو شلنا الاو اتش في الكربون 2 و3، شلنا منهم الهيدروجين وحولناها لكيتو جروب، فيبقى اسمه دي هيدرو الا اسكوربيك. يبقى عندي شكلين لفيتامين سي، اما الاسكوربيك او الدي هيدرو الا اسكوربيك، والاثنين ليهم نفس الاكتيفيتي، بس ده ريديوزد فورم وده اوكسيدايزد فورم. لازم ابقى عارف خصائص فيتامين سي، انه ووتر سوليبل زي ما احنا قلنا، ولكن انه بيحصل له ديستراكشن باي هيت، عشان كده لو اي حد عنده برد، عنده اي نوع من انواع الانفكشن بعد عمليه او خلافه، اي وات ايفر الانفكيشن اللي بياخد لها فيتامين سي، فيقول له ايه؟ اعصر ليمون على كوبايه ميه سخنه. ما ينفعش، الليمون او اي حاجه فيتامين سي بتتكسر بالهيت. الخضار والفاكهه اللي فيهم فيتامين سي ما ينفعش اغليهم على النار او اسلقهم او لان كل ده بيكسر الفيتامين الموجود فيه، يبقى هو heat labile أو easily destroyed by heat. كمان بيحصل له oxidation بال ascorbic acid oxidase، فيتحول زي ما قلنا لل dehydro إلا ascorbic acid اللي هو ال oxidized form، وبعد كده بيتكسر بعد كده أكتر ويتحول لحاجة اسمها oxalic acid و ثريونيك acid. فالفيتامين سي ده الميجر سورس لل oxalic acid اللي هو أملاح الأوكزاليت اللي بتتكون جوه الجسم. فيتامين سي بيشتغل في الجسم كـ reducing agent، كعامل مختزل،
ولازم ابقى عارفه كمان ان هو زيه زي الكربوهيدرات، ده بيبقى له اوبتيكال اكتيفيتي. مهم في تكوين الكولاجين في الكولاجين سينسز، لانه بيعمل هيدروكسيليشن او بيدخل في تفاعلات الهيدروكسيليشن بتاعت البرولين واللايسين وتحويلهم الى هيدروكسي برولين وهيدروكسي لايسين، ودول بيعملوا ايه؟ دول مهمين جدا في تكوين، بيمثلوا اكتر من 50% من الامينو اسيد اللي داخله في تكوين الكولاجين، اللي هما الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين. الكولاجين عموما ده فايبرس اليمنت بيدخل في تركيب السكن، كارتليج البون، الوول بتاع البلود فيزلز، وبالتالي بيقوي كل التشو دي. مهم جدا في السكار تشو، وبيعمل لي ماتريكس للبون جروث. تاني فانكشن للفيتامين سي الامينو اسيد ميتابوليزم، وخصوصا التيروزين والتريبتوفان. كمان بيدخل في الهرمونز بتاعه الادرينال كورتكس، السنسز بتاعها وتصنيعها. بيشتغل زي ما اتفقنا كريديوسينج ايجنت، عامل مختزل، بيحسن انهانس الابزوربشن اوف ايرن، امتصاص الحديد. عشان كده لو حد عنده بيعاني من انيميا والدكتور مديله انه بياخد حديد كسبلمنتيشن وخلافه، بيفضل انه بياخدها مع كوبايه مثلا عصير برتقال او عصير ليمون عشان يحسن امتصاص الايرن. بيشتغل كأنتي أوكسيدنت زيه زي فيتامين اي. مهم جدا انه يحافظ على اللينس اوف ذا اي ويمنع حدوث الكاتاركت اللي هو الميه البيضاء. نقص الفيتامين سي بيعمل لي ديزيز او بيعمل لي ديفكت، مشكله في تصنيع الكولاجين، فيؤدي الى حدوث مرض سكيرفي او الاسقربوت. ده بيتميز باعراض نزيف في اللثه بليدنج جامز، تبدأ السنان تبقى ضعيفة وبتتلخلخ لوز فراكشر في التيس، ديلايد هيلينج بتاع الوند، أي جرح أو كسر يحصل ياخد فترة طويلة جدا على ما يحصل له هيلينج، بلس إن بيحصل أنيميا مايكروسيتيك وهايبوكروميك أنيميا. الجسم بيحتاج في الأطفال 30 ميلي جرام من فيتامين سي في اليوم، الأدلت بيحتاج 75 ميلي جرام في اليوم، في حين ان اللاكتيتنج في ميل بتحتاج 150 ميلي جرام بردي. طبعا الاحتياجات اليومية دي بتزيد في حالات الانفكشن وونز، الجروح، الكسور اللي موجودة في العظم. طيب لو انا خدت فيتامين سي بكميات كتير عمال على بطال، ده هيعمل لي هايبر فيتامينوزيس من الفيتامين سي، فيؤدي الى تكوين املاح اوكزالات بكميات كبيرة، تعمل لي هايبر اوكزالوريا واوكزاليت ستون، تكون حصوات في الكلى. المجموعة الأخيرة من الووتر سوليبل فيتامينز اللي هي مجموعة الفيتامين بي كومبلكس، بتتكون من أنواع كتير، اتفقنا إن هما بيكونوا مشتركين في السورس اللي بناخدهم منها، وعشان كده النقص بتاع واحد فيهم غالبا بيبقى مصحوب بنقص بتاع عناصر أخرى من نفس مجموعة الفيتامين بي كومبلكس. أول واحد فيهم اللي هو فيتامين بي 1 أو الثيامين، ده موجود في اليست، موجود في البران والفيجيتابلز والفروت، ده كانيمال كبلان سورس. طب الانيمال سورس موجود فين؟ كلهم موجودين في الليفر والكيدني والميلك والايج والفيش. وظائف فيتامين بي 1 مهم جدا للجروث، مهم جدا للمينتنس بتاعه النيرف، اللي سلامه النيرف وتكوين المايلين شيس كمان بتاعه النيرف، وتوصيل النبضات العصبيه والالكتريكال بالسيشن في النيرفز. بس دايما الفيتامين بي، مجموعة الفيتامين بي، الفيتامين بيشتق منه اكتيف كو انزيم، فبلو كو انزيم فانكشن انه بيشتق منه كو انزيم اسمه ثيامين بايروفوسفيت او تي بي بي، اللي احنا قلنا ده بيشتغل ككو انزيم في عمليات الاكسيداتيف دي كاربوكسيليشن. طب الثيامين بيتحول لثيامين بايروفوسفيت فين؟ ده بيحصل له فوسفوريليشن في الليفر. وظيفة التي بي بي بيدخل في الأكسيداتيف دي كاربوكسيليشن زي في البيروفيت دي هيدروجينيز، في الستريت دي هيدروجينيز والأيستريت دي هيدروجينيز، الألفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز، كل دول كانوا بيبقى فيهم التي بي بي كأكتيف كو انزيم. تاني حاجة بيشتغل كو انزيم في عمليات نقل الكيتو جروب ترانس كيتوليشن، دي بتحصل في الهيكسوز مونوفوسفيت شنط. نفتكر كده الاكسيداتيف دي كاربوكسيليشن زي تحويل البايروفيت الى اسيتايل كو اي،
بالبايروفيت دي هيدروجينيز انزيم كومبلكس. عشان كده بقول ان التي بي بي كل وظائفه في الاوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن او ترانسكيتوليشن، كل دول مرتبطين بالكربوهيدرات ميتابوليزم، فيحصل امبيرمنت. لو انا عندي نقص في الثيامين اللي هو الفيتامين بي 1، يبقى عندي على طول مشكله في الجلوكوز ميتابوليزم، ودي بتظهر كاول ساين للديفيشنسي اوف ثيامين. طب الديفيشنسي بتاع الثيامين يعمل لي مرض اسمه بيري بيري. البيري بيري ده مين ليه مكون من ثلاث حاجات، بيبقى فيه جي اي تي ترابل، مشاكل في الجهاز الهضمي، كالوس اوف ابيتايت، كونستيبيشن ونوزيا. يبدا يحصل بريفيرال بولينيوريتس، التهاب في كل الاعصاب الطرفيه، وفي الليت ستيج بيبدا يعمل لي كارديو فاسكولار بروبلم. يبدا الشخص ده بيشتكي من بالبيتيشن على طول، حاسس بعدم انتظام في ضربات القلب، ديزنيا، مش قادر ياخد نفسه وبينهك طول الوقت، ومع كل ده ممكن يتطور الى كاردياك انلارجمنت، تضخم في عضله القلب. وده اكتر او اشهر سبب للديث، انه بيحصل هارت فيلير في الكاليت ستيج من كل الاعراض دي. والله عندي نوعين من البيري بيري. لو البيري بيري من غير كارديو فاسكولار مانيفستيشن يبقى معهوش إديمة، فيبقى اسمه دراي بيري بيري. لو بدا يحصل فيه هارت فيلير فيبدا يحصل تورم في الجسم وميه تحت الجلد، يحصل إديمة تعمل لي ويت بيري بيري. طيب ممكن هل باني اسحب عينه دم اقدر احدد هل في مشكله ولا لا؟ لاني حد الاقي البايروفيك اسيد نسبته عاليه في الدم، وكذلك في نتيجه لان الترانسكيتوليشن كمان بيقف، فيبدا كمان زي البايروفيت ما بتزيد في الدم، السكريات الخماسيه البنتوزس اللي كانت بتبقى موجوده في الهيكسوز مونوفوسفيت شنت هي كمان تبدا تعلى في الدم. دي اشهر اعراض الثيامين ديفيشنسي، وخصوصا الدراي. بيبدا يحصل فيه ايماشيشن، بيبدا الشخص ده يبقى خاسس كل الاجزاء الريبس والسكيلتون بتاعه بيبقى ظاهر، ده ليه؟ لان بيحصل ويستنج في كل المصل. بيبدا يشتكي من البريفيرال بولينيورايتس، تبدا تعمل له تنميل في كل اطرافه، ويبدا يبقى عنده ابنورمال سنسيشن، يبدا الريفلكسات بتاعته كلها تبقى ابنورمال، ردود الافعال بتاعته كلها تبقى ابنورمال، الريفلكس بتاعت النيو والقلب وكل الريفلكسات النيورولوجيكال. كمان بيبدا يحصل مع الوقت ريست دروب، يبقى عنده المفصل بتاع الريست طول الوقت ساقط او سايب ريست دروب من غير ما يبقى قادر يرفعه شويه. بيبدا كمان يحصل عنده كونفيوجن، يبقى مش مركز، يبدا ياثر على الهارت، فيحصل لي هارت فيلير، فيبقى عندي تورم في الجسم كله، وممكن في الاخر يدخل في كوما وينتهي بديث. الديلي ريكويرمنت بتاع البي 1 في التشيلدرن 0.4 ميلي جرام بير داي، لكن في الادلت من 1 ل 1.5 ميلي جرام بير داي. وكل ما الكربوهيدرات انتيك زاد، كل ما هبقى محتاجه كميات اكتر من فيتامين بي 1. طب بالنسبة لفيتامين بي 2 اللي اسمه ريبوفلافين، الاسم بيبقى مهم جدا، موجود في اليست، في الجرينز، في البينز، بي كل الجرين فيجيتابلز، وفي الانيمال سورسز زي الليفر والايج والملك مفيش فيه مشكلة. وظيفته انه بيشتق منه 2 كو انزيمز مهمين جدا، اللي هم الفلافين ادينين داينيكلوتايد اللي هو الفاد والاف ام ان، دول بيشتغلوا ككو انزيم في عمليات ايه؟ في كل الاكسيديشن ريدكشن رياكشن. بيشتغلوا كهيدروجين كارير في عمليات الاكسديشن ريدكشن رياكشن. الديفيشنسي بتاع الريبوفلافين او فيتامين بي 2 ده بيعمل لي ريدنس انفلاميشن وريدنس في الكورنرز اوف ذا ماوس اللي هي الكليوزس. بيبدا يعمل لي انفلاميشن في التونج اللي هو جلوسايتس، بسميه جلوسايتس. يبدا كمان يعمل لي انفلاميشن في السبوريك جلاند او السبيشس جلاند، الغدد الشمعيه الموجوده في السكن، في الفيس بتاع الفيس، فيعمل لي فيها انفلاميشن، وتبدا تكون بعض انواع القشور اللي هي السكن اللي بتبقى جريزي كانها طبقه دهنيه عامله قشره على السبوريك جلاند. وعلى الاي كمان يبدا يعمل لي انفلاميشن في الاي والايليد كمان، الجفن بتاع العين، ويبقى فيه فاسكولاريزيشن على الكورنيا، تبدا تنمو مجموعه من الاوعيه الدمويه الصغيره على الاي، ويبدا العيان ده يشتكي انه ما بيقدرش يفتح عينه في الضوء،
عنده sensitivity to light. كل ده أعراض الريبوفلافين أو فيتامين بي 2 deficiency. طيب في كمان عندي النيكوتينيك أسيد أو النياسين اللي هو فيتامين بي 3، بسميه بلاجرا بريفنتنج فاكتور، مهم جدا جدا جدا. الفيتامين ده موجود في البلانت، موجود في الانيمال سورس عادي جدا، ولكن لازم ابقى عارف ان جوه الجسم كمان بيتكون من امينو اسيد اسمه التريبتوفان. كل 60 ميلي جرام من التريبتوفان جوه الجسم يتحولوا ويدوني 1 ميلي جرام من النياسين او النيكوتينيك اسيد اللي هو فيتامين بي 3. كان زمان معظم الفلاحين بيعتمدوا في الدايت بتاعهم على الذره، ومن الذره يبداوا كمان يعملوا كل المخبوزات بتاعتهم والعيش بتاعهم. طيب العيش المصنع من الذره وكل المخبوزات اللي من الذره دي بتبقى completely deficient في الامينو اسيد اللي اسمه تريبتوفان. لما تبقى deficient في التريبتوفان يبقى الشخص ده ما بياخدش مصدر للتريبتوفان، فما فيش تصنيع للنياسين في جسمه، فيبدا يشتكي من اعراض نقص الفيتامين بي 3 اللي انا بسميها بلاجرا. وظيفة الفيتامين بي 3 النياسين او النيكوتينيك اسيد او النيكوتينامايد انه بيتصنع منه 2 كو انزيمز مهمين جدا اللي هم الناد نيكوتينامايد ادينين داي نيوكليوتايد وناد بي نيكوتينامايد ادينين داي نيوكليوتايد فوسفيت. خدناهم طبعا في الميتابوليزم كله سواء في الكربوهيدرات او في الليبيد ميتابوليزم، بيشتغلوا كهيدروجين اند الكترون كارير. ده شكل deficiency of niacin او البلاجرا، بتعمل لي مرض مكون من 3D بنسميه 3D اللي هو rough skin. يبقى البلاجرا هي rough skin او niacin deficiency، مكونة من 3 كلمات كل واحدة بدايتها حرف D. dermatitis اللي هو السكين بيبقى dry scaly and brown، diarrhea وديمنشيا انه بيبدا يفقد التركيز وينسى loss of the mental power وability to concentration، واحيانا بنزود عليها الفورث دي الدي الرابعه اللي هو في الاخر يحصل له او بيموت يبقى death. الريكويرمنت بتاعته في التشيلدرن 16 ملي جرام بير داي وفي الادلت 20 ملي جرام بير داي. وبكده نبقى خلصنا اهم البوينتس اللي بنتكلم عنها في الفيتامين، وشكرا لكم.